هناك واقع اليوم في المغرب لا يرتفع. أنه مازال الدولة المغربية ما استوفات الشروط الأساسية ديال تكون دولة ديال الحق والقانون والمؤسسات. هذا الكل يشهد به وكنشاهدوه يوميا وكنعرفوه يوميا، وكل حدث وقع كل حدث وقع وإلا كتبرز هذه الخلاصة ديال هناك خصاص كبير في دولة الحق والقانون والمؤسسات، وأن المؤسسات المغربية المحلية والجهوية والمركزية مازال عندها عجز كبير في التفاعل مع الحقوق والواجبات ديال المواطنين في تدبير مصالحهم على أسس ما هو منصوص عليه في الدستور وما هو منصوص عليه في المواثيق اللي وقعتها الدولة. ملي كيكون هذا الإطار ناضين في هذه الأعطاب، إذن خصنا نتخلعوا ولا ما حسوش الناس بالحقرة.